واش لا فون نهضر من فيديو جديد. الفيديو اللونغ ديالنا فهاد القناه نبداو الفيديو بالتسجيل ديال لايك زي سبسكرايب كومونت رزون باش نكملو. سو هذا او فيديو يكون كيحتوي على شي تعريف حصل عام ديالنا باش تختص بزاف ديال الحاجات نعرف راسي ليكم بزاف ديال الحاجات. سو نبداو الفيديو ديالنا دابا. اول حاجه شنو سميتي؟ سميتي ياسين. اول حاجه شنو سميتي؟ فين كان فين كنقراها من مدينة انا وعاد نبداو الحاجه الجايه. اول حاجه شنو سميتي؟ انا شحال في عمري وفين كنقرا من اين مدينة انا؟ سميتي ياسين كنقرا في الثامن كنعرف اعدادي الثانيه اعدادي الثامن وهذاك عندي 14 عام. سو علمت انا من القصر الكبير. سو نبداو نقولكم المحتوى ديال القناه. المحتوى ديال القناه تضمن فلوغات غيمينغ تحديات مقالي بزاف ديال الحاجات مسابقات على لعبه فري فاير في غيمينغ اكثر ينطرقوا لعبه فري فاير والالعاب الاخرى مثل بابجي هادو ما لعبهمش بزاف. المهم هادو اكثر هي فري فاير هي واحد اللعبه اللي كلشي كيعرفها ما كاينش اللي ما يكونش كيعرفها ولا كيلعبها. سو غنديرو عليها تحديات غنديرو لها مسابقات فيديو جليل كاين غنديرو مقالب مع بعضياتنا فلوغات تحديات تحدى مع شي واحد مع صاحبي مع اي واحد. سو هذا هو المحتوى ديال الفيديو. نتمنى اللي يشوف الفيديو ضروري يدير زر لايك زر سبسكرايب وما ينساش بارطاجي الفيديو باش نوصلو اكثر عدد ديال المشاهدات ديال الفلوكس. يلا باي.